مزيكا فم تبع الموجة. أطربتنا وشفنا كيفاش معناها المسرح معبي ورجع معناها جو المهرجانات وهذا هو اللي فرح. عروض ديما جو المهرجانات وجو الفن هو منعش يرجع معناها الثقافة وروح معناها وثقافة الحياة والحب وهذا هو اللي نحبوه. معناها ميادة شفنا معناها الفن الغناية اللي تطويل ورجعتنا معناها العديد من الذكريات الحلوة. لك علاش على خاطر كل واحد عنده الجيل متاعه وتفاعل برشا. معناها شفنا الببليك كيفاش تفاعل مع ميادة حناوي وحافظين الغنايات متاعها وهي تبارك الله عليها. ميادة نحبها برشا وغنايتها حلوة برشا وفيها معناها معنى وتمس معناها تمس الإحساس وهذا يعني. مصلي على النبي عرف تحفون برشا وميدا نحبوها الناس كل صار يبيه برشا بيان سور غايت تبارك الله جمهورها ديما موجود وحضورها موجود تبارك الله لا يعجبني كل شيء. شيء عجبني الحق نتاع ربي كل شيء تعدى احسن ما يرى. المهم انا جيت تري بيان وتسلطنت كيما نسمعها في الكاسيتات وكيما نسمعها في كارتاج وكيما سورتو مغنيت لايف معناها سي تري ديفيسيل اسونا خاطر ميادة نتاع ما الخمسين وما فوق بون انا ما عملتهمش ما باش نعملهم اما يا دي جان وسي فما عائلات جابوا لي جان معاهم اما برافو برافو وبرافو للحمامات وبرافو لميادة سي اون غران دام. عرض حلو برشا استمتعنا بكتي وفكرتنا بزمن جميل لا تبارك الله عليها وربي طول في عمرها. صوتها حلو برشا ما نجوبش نعطي رأي في ميدة صوتها تبارك الله عليها.